الفنانة رغدة على جبهة المليحة إلى جانب قوات النظام. هي لا تتقن فن القتال، لكن ماذا جاءت تفعل على الجبهة الأكثر سخونة في الغوطة الشرقية؟ أنا جاي أتبارك. بين الأبنية المتصدعة والمتاريس والتحصينات جالت رغدة واستمعت إلى العناصر هناك سائلة عما إذا كان من بينهم من هو من حلب. ما شفت حدا من حلب. من حلب؟ هذا قطعته صغيرة بس بالحرب شدائد. نمر نمر نمر. ومع المقاتلين على هذه الجبهة شربت رغدة الشاي وطمأنتهم أنه رغم الظروف التي تمر بها سوريا فهناك مؤشرات على أن الأمور ما زالت تسير بشكل جيد، من بينها أن خطوط الإنترنت ما زالت تعمل بهالوضع هاد ولسه في نت. فكتر خير الله ونحن في هالظروف هاي. دخلت رغدة في النفق وخرجت تلتقط صورا للذكرى وتغني وأنا الآن يسكنني الأمان. فأنا